أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن